بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي المقدمة وقلنا فيها أسباب السعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كانت درس تبز كتابنا مقدم اسمه توق كتابنا مقدم استبز ديندك بختلك بولوشن سبب لري بيان كلن غندي. نعم، الآن هو في القسم الثالث تقدم عن تكلم عن أهمية التوحيد، وهذا قد تقدم معنا كثيرا. أمد بو كتابنا إشكينش قسمي توحيدنا أهمية تغرلق سوزلدو، يعني توحيدنا قدر مهم كان لكي تغرلق. وتكلم أيضا عن خطر الشرك، أن الشرك إذا دخل أفسد كل العبادات. أم شون دقل الشيخ مؤلف رحمه الله مشو قسم دا الشرك من خطر لكي تغرلق سوزلدو. فلا بد أن نحذر من الشرك. أجر الشرك باز بعبادة ليا كرب قاسا بكل عبادة نيوق قويت دوش وما شون دا الشرك نجراف دوش مز لازم. لأن الشيطان يضع شباك يصطاد بها الناس، مثل ما يضع هذا الصياد يصيد السمك، يريد أن يوقع الناس نسأل العافية والسلامة في الشرك، بل الشرك الأكبر. çünkü şeytan hile mi kırklayıp ademlerini şirkke kırgızışke tırışıdı. Şunun için Allah Teala bizimizi saklasın. نعم، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشرك. Allah Teala bizi şirkten agahlandırdı. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثالث القواعد الأربع. عندنا كين مؤلف رحمه الله كتابنا مشين قسم ده توت قاعدنا بيان قلدي. قلنا هذه القواعد هي في الحقيقة رد على بعض الشبه التي يأتي بها للشرك في زماننا. بو قاعدنا أساسي يكي موضوع سنيما ديسك بو قاعدنا أساسي بعض بر مشتكلان يكي شرك أهلنا قلدان شبه هي لجأ بيرلدان ردية له. أهل الباطل في هذا الأزمنة يقولوا نحن الله سبحانه نقول أن الله سبحانه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. باطل أهلي مثلاً بو زمان دايك باش وطلا دا تبقلش ممكن بس إتقاط قلمز هم إشنمز الله تعالى فقط لبر يرات كوشي هم شناق الله يرتدو الله رزق بيردو الله لا حيات بيردو هم ألم بيردو بس بنون قل إشنمز وإتقاط قلمز دبليش ممكن. نقول هذا لا يكفي. بس داي مسكي. نعم. بس داي مسكي بو كوباية قلميدو. هذا توحيد ربوبية فقط، لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، لابد أن تكون كل العبادات لله. بو فقط لا توحيد ربوبية، يعني الله تعالى پروردگار لخته یکی یگانه در بلش، لیکن باید میدو حتی که آدم الله تعالی نه 3 ترلوک توحید بلن، یعنی توحید ربوبیه و الوهیه و الاسماء و صفات پروردگار لخته، الله لخته هم اسم صفات لذا الله تعالی نه یکی یگانه در بلمی گیچی باید میدو هم کپای قل میدو. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم تخاصم معهم في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. شما پیغمبرنا صلی الله علیه و سلم اولتیلگان مشتکلا کافرلا مشو توحید که ایشنتتی، یعنی الله تعالی نان رب ایکنلیگی هم شوندقلا الله تعالی نان یارات کوچی ایکنلیگی ایشنتتی. لیکن پیغمبرنا صلی الله علیه و سلم اولا بلن قیس مسئله دا اختلاف لشکان دیسک اولا بلن توحید العباده، یعنی الله تعالی نان عبادت تا یکی گانه دا بل بر بلب اوننگلا عبادت خلیش مسئله است اختلاف لشکان. شما الله تعالی دیدی کی اتقن كي لا أعبد ما تعبدون، يعني سلا إبادة قوات قن الناس لاجي من إبادة قوامي من هم سلام ومن إبادة قوات قن الناس لاجي إبادة قوامي سلا. القاعدة الثانية أو الشبهة الثانية والرد عليها أن بعض الناس من أهل الباطل في هذه الأزمنة يقول نحن لا نريد لا نعبد هؤلاء، لا نعبد أصحاب القوة، لكن نريد منهم فقط أن يقربونا إلى الله، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. أمد إشكنش قاعدة إشكنش قاعدة بوسا قيس شبهي كردية دسان الله. بعض بر مشکلای یکی شرک اهل دیدی که بس ایبادت قوّت کن لا بس ایبادت قوّت کن مشکش لایه بس ایبادت کنیم از یعنی اولانه اولو لب ایبادت کنیم از لیکن بس اولانه اولاد بس گه الله تعالی نال داد شباهت چی بولار میکن یکی اول الله تعالی بس نی یکنلاشترم دیکن در آشنلا مقصده بس اولاغا اگش میس همش نخلا ایبادت کنیم از دیدو دیدو نقول هذا الكلام هو كلام الكفار بس دیمیس کی بوبوسا کافرلان اینن سوزی يعني كفر الله أين المشو سوزن ديجان؟ وبهذا الكلام كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. مشو سوزن الله تعالى وانا كفر دب الله غصبت بعدي شن ده دب إتى هم شن أخلاق بعمر صلى الله عليه وسلم مشو مشن الله بلن برشتي. نعم القاعدة الثالثة أو الشبهة الثالثة. أمد üçüncü قاعدة ياكي üçüncü شبهة. بعض الناس يظن أن الشرك فقط في عبادة الأصنام. بعض بر آدم لأولاد كي شرك دكان فقط لا آدم بطلا قشو قنصا مش شرك باش شرك أمزد بأولاد دودي أما عبادة الصالحين عبادة الملائكة عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول هذا ليس بشرك أما أجرد آدم مثلا
periştiləyəgə, ya ki peyğəmbərləyəgə, ya ki salihlığa, evliyalığa ibadet kılsa, ola bu şirk emez de öyleydi. نقول كيف أن آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين كفر من عبد الملائكة كفر من عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وشرك biz deyimiz ki qanda qılıb bu şirk olmaydı çünki Allah Taala nurgunluğan özünün ayetlerinde yani Kur'an'ın ayetlerinde salihlığa ibadet kılgan vanı hem şundaqla perişlerge ibadet kılgan vanı peygamberlerge ibadet kılgan vanı hemisini kapır dep atıdı hem şundaqla Allah Taala bu şirk kılgıçlarını ve bu şirk kılgıçlarını فرقلمة دائرة مدي همس الشرك همس بوسا كفر نعم القاعدة الرابعة والأخيرة أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك في السراء وإخلاص في الضراء وكفرهم الله وأهل الشرك في زمان النسرعة في السلامة شركهم في السراء وفي الضراء فهم كفار من باب أولى لا بد أن يحذروا ويخافوا لأنهم أتوا بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم Төртінші қайырға келсек, Пәғмірміз Аллаху алейхи ва саллям әмірлеген кәпірлер, мушриклер, Аллах Тағалаға ибадат қылса, Пәғмірміз Аллаху алейхи ва саллям әмірлеген мушриклер, кәпірлер, егер олардың бешіге бір-бір бала қаза яки иғырчылық етсе, фақат Аллах қыла ибадат қылады. Лекин егер де яхшы бір халетке келгенде, бутларға, башқаларға ибадат қылады. Amma bizim hazırki zamandaki kapırlara, müşriklere kelsek, bula bolsa hem yaxşılıqda, hem yamanlıqda, yani hem İğrçılıkta Allah Ta'ala'a ibadet kılmay, başka nesilere ibadet kıldı. Şuna bula kapır bulmay, kim kapır buludu? Bula tekhimu kapır buluş süpetiye yıkın. Hem şundakla tekhimu aşu süpetke bula... Hem tekhimu aşu süpetke bula yıkınlak. Fa'asallahu subhanahu ta'ala an yatubu aleyna ve aleyhum ve an yuffiqna lima yuhibbu arda ve Allahu a'lam sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allah Ta'ala'dan sorayım ki Allah Ta'ala bizge... Allah Ta'ala bizim günahlarımızı keçirsin hem bizim tövbemizi kabul kılsın. Hem şunakla Allah Teala bizni cennette üzü cemlisun. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Amin.